أنا حظكم من الأنبياء وأنتم حظي من الأمم. هذا الشعار المميز لمعرض رحلة مع النور في نسخته الثانية، وهو المعرض الذي يعرض فصولا من سيرة أعظم الخلق سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سخر لها الشباب جهدهم ووقتهم ومواهبهم وإبداعهم ليعبروا عن محبتهم وتعظيمهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم واقعا عمليا. عدد الذين شاركوا شباب وشابات كان 256 شاب وشابة في الرحلة هذه، لأنه أكثر المجسمات قد عملت وبعضها قد نفذ، ومع ذلك كانت المشاركات تنهل كثيرا علينا أنهم يشاركوا. فالحمد لله وصل عدد المشاركين 180 شاب وشابة لإبراز هذا المشروع. رحلة تختلف عن غيرها من الرحلات، رحلة للتعرف على الحبيب الذي نادى وبكى: اشتقت لإخواني. وها هم إخوانك وأحبابك يا رسول الله يبادلونك الشوق في نموذج عملي حقيقي. يعني اللي يجي هنا يشوف الموقع ويتجول في أرجاء المعرض يستشعر كيف السيرة النبوية الرسول صلى الله عليه وسلم، وكيف يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني وضع يعني في السر العظيم انه في النهاية قاد الأمة اليوم اللي احنا عايشين فيه من خير كمسلمين بعد الله عز وجل، ثم فضل الرسول صلى الله عليه وسلم. فالحقيقة عمل إبداعي اللي قاموا فيه الشباب، عمل إبداعي بالمنظمين الحقيقة أصحاب الفكرة الرائدة الجميلة اللي اليوم طلعت لنا عمل مميز. وأنا حقيقة هنا أطالب الجميع إنه يجي يزوروا ويشوفوا ويتعلموا، وفرصة لأولادنا أيضا يشوفوا الملحمة هذه والتربية النبوية الرسول صلى الله عليه وسلم. تطور المعرض عن نسخته الأولى، وها هو يسير في تحقيق الحب للرسول. فمن خلال النسخة الأولى دعبت الكلمات أحد الشعراء ليعبر بحبه ولتكون الأوبريت الرئيسي للمعرض. أولا الكتابة عن الرسول صلى الله عليه هي شرف عظيم لي ولا غيري من الناس، أما عن كتابة الأوبريت فهو استدراك أو استلهام لما يجول من حب لرسول الله صلى الله عليه. ولهذا حاولت أن ألخص السيرة النبوية في هذا الكليمات التي كتبتها أو في هذه الأبيات البسيطة، وأرجو من الله أن يتقبلها ورسوله صلى الله عليه وسلم. تميز المعرض بتقسيمه لعرض فصول من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك عرض مفصل للغزوات وشرحها على أرض الواقع، ومعرض للصور وتجسيد للروضة الشريفة والحجرة النبوية بنفس القياسات الحقيقية في المدينة المنورة على ساكنيها أفضل الصلاة وأتم التسليم. رحلة مع النور في عامه الثاني، سطر الشباب والشابات فيه حبهم تجاه النبي صلى الله عليه وسلم في تجسيد حياته وفصول دعوته في معرض ينم عن إبداع ورقي يلامس الواقع. لقناة إقرأ الفضائية، إسماعيل الشبلي، جدة.